لها ولو تطرد الدنيا مسيرة مئة عام بكره تخليها وغيرك نزلها ولا دايما لله وغيره فلا دام والناس لولا رحمته وعملها ما غير خالقنا بالأحوال علام لا مالت ظروف الليالي عدلها ولا تلوم الحظ وتقول ما قام كم واحد له قوت ما وصلها ولا تغبط المسلم على كثر الأنعام رزق الأوادم عند ربي وجلها وإن جاتك الهرجة بالعنان وخطام لا تزعلك والمخطية اللي نقلها من تبوكي لا دمعة لكن لا نام خلى الهروج الغادية في قبلها وليان صاك اللي من الهم ما قام ما الأمور الكايدة غير أهلها ترى الخوي وخوته تلزم الزام لا زادت حموله تحزم وشلها ما جاك غير انه من الوقت منظام وانته كفو لمهمته يا جمالها وخلك مع وايل قبيلتك قدام وبين مفاخرها وضمد خلالها ولا تصير الغلطة الرابع للزام اسمح خطا الاصحاب ودمع حزلها والطيب اللي لابد العلم مقدام وانفتحت ابواب المعاتب قفلها ومجلسك بين احشام ومقابل اكرام هذي لها كل المطالق والها وخيرات ربي ما تعدد بالارقام وتزود وتزيد العرب في جهلها والعافية والامن معدين.